نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا انا كمان بدي اتحمم. حسام وحبيبي شوف لنا شو عندهم الروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عناية. الو روم سيرفيس بليز. توحشتك قوي قوي يا دناي. توحشتك قوي. واد يا منصور. 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 توحشتك يا دناي. توحشتك قوي قوي. توحشتك قوي. حكمت منصور. حكمت حكمت. خير يا ديافيه. اسمعي، انا نويت ادخل على السوق بكل قوتي وحجيب بضاعه من الصين. ما انت عملتها قبل كده وبعت البضاعه بنص الثمن. المره دي غير. المره دي حشتري السوق كله، لأنه الكبير لازم يبقى الكبير. تخرفت ولا ايه يا دياب؟ لا يا حكمة لا. اسمع، ايه رأيك تدخلي معايا شريكي في العملية دي؟ أصلك حتكسبي من وراها فلوس كتير كتير قوي. شريكة؟ كنت فاكرة اني شريكتك من زمان، ولا الحاجة اللي بيننا خلاص راحت؟ تعرف يا دياب، أحسن حاجة تعلمتها منك كيف الواحد يقدر يدمر نفسه بيده. آه لو تعرف اليوم ما جوزتك كنت بحلم بيه. كنت بحلم بالستر والأمان، بحلم بليلة والبيت والراجل اللي يحميني ويحمي عيالي. بس يا خسارة، لا لقيت بيت ولا لقيت عيلة ولا لقيت. ولا ليه؟ يلا يا منصور يا دناية ادخل انومك. منصور، توحشتك قوي يا ابوي. من فضلك يا مستر البير، الحفلة مش هتبقى حفلة غير بوجودك. تشريفك ده على راسنا. ممكن اسالك سؤال قبل ما اجاوبك ايه او لا؟ تحت امرك. حفله بهالنوعيه اللي انت ناوي تعملها بهالفخامه، مش ممكن تفتح عيون الناس اللي ما بيحبوك عليك؟ مش عيب تسال سؤال زي ده واحنا تلامذتك. بص، الحفله دي كاموفلاج كفر، واحد على باب الله واخد توكيل جديد بتاع كاوتش ومنزله مصر، عازم اصحابه وحبايبه والعملاء بتوعه عشان يحتفلوا يتبسطوا سوا. فيها ايه؟ ممكن تعيدها تاني الكاوتش دي؟ عايز فردتين؟ واضح ان حسام ما بفوت الشيء مهما كان صغير. مهما كان صغير. اسم الله عليك يا ديدي. طيب حاضر يا سيدي، حكون بالموعد بالظبط. كده انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني هترفع راسنا. طبعا انت مش محتاجه عزومه، ديدي الحفله حفلتك. اكيد لا. عماد باشا، اخبارك ايه؟ وحشني. انا موجود، انت اللي الضرايب واخداك من هنا. لا ازاي، ما تقولش كده يا باشا. بمناسبة الضرايب، انا كان جالي معلومات كده كنت عايز ابلغها لك. تعيش يا باشا. في شركة اسمها ميدل ايست للاستيراد والتصدير، جالي معلومات ان هما بيتهربوا من الضرايب والتأمينات، فيا ريت كده لو تاخدهم من ضمن العينة العشوائية بتاعتك. والله يا باشا لو كلامي طلع صح يبقى لي الحلاوة. ما ده العشم برضو يا باشا. خد العنوان.
عبد الله على السلامه بوس. الله يسلمك يا لعله، طمنوني ايه الاخبار يا رجاله؟ كله تمام يا فوكس، الانفيتيشنز اتطبعت وصلت لكل البيزنس مان اللي انت اديتنا عليهم. حلو الكلام، والصحافه والميديا والجو اللي انت فاهمه ده. فوكس اونلاين. احنا رجالتك. انتوا مش رجالتي، انتوا اخواتي يا لعله. انا عايز مصر كلها تاخد خبر بموضوع توكيل الكاوتش ده، عشان ده الكاموفلاج والتمويه اللي هندالي تحتيه شغلنا الاصلي. انت اللي اصلي يا اصلي. اكسلانس، احنا ماشيين تبع تعليماتك خطوه بخطوه. يبقى زي ما اتفقنا، مستر ديابو هيحول لكم 10 مليون دولار والنص الباقي من الفلوس لما تتم العمليه ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر ديابو. كويس. مستر ديابو عاوز منكم رقم الحساب اللي هنحول لكم عليه المبلغ. كله بالضاعه وصلت بالسلامة يا مستر ديابو. اكده تمام. يبقى الى اللقاء. الله يبارك فيك. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. دي كتير يا سيدي، نحط كل فلوسنا في عملية واحدة زي دي؟ عرفنا مكان ديابة جنرال. قاعد في شقة في التجمع الخامس. لوحده؟ مع حكمة وابنهم صغير، ومن ساعة ما خلفت ما بتسيبش ابنها لحظة واحدة. ابنهم الصغير؟ قاعدة كده ليه؟ مستنياك. خير؟ أنا عايز أعرف أنت هتعمل معايا إيه لو الدواء ما جابش نتيجة وما عرفتش أخلف. الموضوع ده سابق الأوان يا ريان. لا هو ده أوانه، وأنا مش هسيبك إلا ما تقولي. أقولك إيه؟ هتعمل معايا إيه لو طلعت ما بخلفش؟ معرفش، بس اللي أعرفه إن أنا من حقي يكون لي ابني زي بقية خلق الله. يعني إيه يا محمد؟ لو أنا طلعت ما بخلفش تروح تتجوز عليا؟ قلتلك الكلام ده سابق الأوان. وأنا مش هستنى ما يجي أوانه. يعني ايه؟ يعني انا في بيت اهلي وتبعت لي ورقه طلاقي. اتجننتي؟ سيبني يا محمد بقى. يا ريهام الستين ده. ريهام اوعى كده. ريهام يا ريهام استنى هنا. انت ايه اللي عملته ده؟ كسرت بخاطر البنت بدل ما تطبطب عليها في موضوع اساسا هي مالها ذنب فيه. وانا ذنبي ايه؟ وانا مش من حقي كل ابني يا ماما زي بقيت خلق الله. خلي بالك يا محمد، انت مش شايف غير نفسك وبس، وبتغلط في كل الناس اللي بيحبوك. هما اللي خذلوني، هما اللي طلعوا زباله، كلهم زباله. ولا انت عايزين افضل احسس عليهم وافضل اطبطب عليهم ومحدش يراعي مشاعري؟ هما اللي غلط يا ماما، هما اللي غلط مش انا. لما ده دولار السلسله دي انت جايبها منين؟ دي بقى يا حسام بيلحق في ايه؟ في ناس بره من الضرايب والتامينات عايزين يطلعوا على اوراق وسجلات الشركه، مش عارفه اعمل معاهم ايه. هادي النيله، احنا ابتدانا ده، احنا لسه بنقول يا هادي. ايه ده؟ ايه مالك قلقانه ليه ومتوتره ليه؟ احنا سلام وورقنا سليم، ما عندناش مشاكل. في ايه؟ عريان سي سينيور، انت اللي هتطلع للناس دي وتتعامل معاهم بمنتهى الهدوء واللطف وتكيسهم تكيس تام، وانت ما يبانش عليك القلق ده، فاهمه ولا لا؟ حاضر. يلا اتفضل. بكل الحب. على فكره يا حسام بيه، ايه؟ انا حاسس ان في حد طالع علينا الناس دي. انت يا بوب اخدتها من على طرف لساني، بس احنا عدقنا كتير. طب كبرين الموضوع ليه يا اخوان؟ الناس موظفين وبيعملوا شغلهم، مفيش مشاكل. ماشي، ولعله خير ان شاء الله. ايه يا حبيبتي؟ بصي يا شاهندي، بصي انا جايب لك هدايا قد ايه عشان تعرفي غلاوتك عندي. ابعد عني يا طاهر، انا مش عايزه منك هدايا، وكفايه اللي انت عملته وانك خدعتني مرتين. المسامح كريم بقى يا شاهندي. الله. وبعدين انا عملت كل ده عشان خاطرك انت يا مراتي يا حبيبتي يا ام ابني. هو مش طلع واد برضك زي ما قلت لي؟ للاسف، زي ما يكون ربنا بيعذبني وعايزك تفضل مكلبش فيا طول العمر. بس انا بقى خلاص يا طاهر مش طايقاك، والله العظيم ما بقيت طايقاك. ايه دي؟ اشمعنى اني طايقها؟ هل البضاعه وصلت مستر ديابو؟ نعم وصلت، وصلت كل حاجه تمام. ده انتوا نازلين قوي وشكلنا هنشتغلوا كتير كتير. وبخصوص باقي المبلغ بتاعكم اتحول وبقي في حسابكم كمان. شكرا يا مصطفى. عفوا يا باشا. سلام.
سلام يا باشا. انا مش عارف ايه اللي بيجرالي ده يا ماما. لكل فعل رد فعل، واكيد اللي بيحصل لك ده نتيجه افعالك. انا مش غلطان في حاجه والله العظيم ثلاثه، انا مش غلطان في حاجه. كل اللي بيحصل حواليا ده خارج عن ارادتي. وجرحك لمراتك ودوسك على جرحها ده خارج عن ارادتك برضو يا محمد؟ انا اتصدمت لما عرفت ان انا ما بتخلفش. كان نفسي اكون اب قوي. انتوا ليه مستكترين عليا ان انا ازعل؟ ليه دايما انا اللي لازم اصالح واتاسف؟ وحسام، مش حسام هو اللي غلط؟ مش هو اللي هد كل المعاني الحلوه اللي كنت شايلها له جوايا؟ طول عمرك بتنصي فيه هو، طول عمرك بتبرري له غلط، دايما كنت بتيجي عليا. ودلوقتي لما حد يغلط ليه مش عاوزيني اعاتبه او ازعل منه على الاقل؟ عاتب وازعل زي ما انت عاوز، ما دام انت على حق. بس بلاش تدوس على جروح الناس، بلاش تقول للاعور انت اعور في عينه عشان ما تجرحوش اكتر ما هو مجروح. معرفش يا ماما، معرفش اكون بوشي. مش انتوا اللي علمتوني كده؟ مش انت وحسام اللي علمتوني اقول الحق؟ انا زعلان قوي يا ماما، زعلان عليا وعليكي وعلى اللي حصل لنا. احنا ليه حصل لنا كده؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف. احنا مش عايزين اكتر من واد. واد؟ لا لا لا، سيب الواد، سيب الواد، سيب الواد، سيب.